ابلغوك ليش از كنار بدن برادر خسر برادر بزانو بگیره اما یه وقت دیدن لبها رو بر رگهای برید گذار اول وقت مال نمازه اگر این چند دقیقه رو صرف نماز نکنم من خودم امتحان کردم اگه صرف نمازش نکنم یه جایی خدا معطلم میکنه که هیچ ارزش و هیچ ثمره‌ای هم برام نداشته باشه پس بیا همینجا خودتو معطل کن این چند دقیقه اول وقت رو برای خدا خرجش کن حسین با من و شما اینه عزیز دلم آیی که اومدی عزادار من شدی برای من به سر و سینه زدی یکم بیشتر کنار سفره من طاقت بیار یکم بیشتر بردار که وقتی رفتی بیرون دیگه اون آدم قبلی نباشی خلي يزرع عمره فيصل اي والله من حبالهم بلجا ان يحل ينجار ينجار عاد ليستجير يكون ينجار وعن شتل حليف الشرب ينجار مثل مسلم صدق بالحبل ينجار وتتنامس بجتل علوج ومية اي والله تتنامس بجتل علوج ومية وذكرنا قضية الصبر وقلنا أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي وصبر في البلاء هذه الليلة هو النوع الآخر وهو الصبر عن المعاصي اللي هو يعبر عنه بالتقوى ما هي التقوى؟ تعرف التقوى بأنها وقاية للنفس عن جميع ما به عصيان للمولى التقوى هي حفظ للنفس عن معاصي الله سبحانه وتعالى أي إن الإنسان المؤمن لابد أن يتقي لكي يثبت لربه إنه مؤمن وإلا إيمان ما ويا الرواية تقول عمل ليس معه ورع لا يزداد من الله إلا بعدا فلا بد للنفس الإنسانية لمن يؤمن بالله أن يتحلى بالصبر وخصوصا من امشب آمدم اینجا زیارم که بنشینم دمی را در کنارم ولی کن سینه ام آتش گرفته تو می آیم بیادم روزگارم تو را می نعمت اتشان و خونی قریب و بی کس و دور از دیارت مادر فدایت ای بی کفن ای تشنه لب ای صد پارتن
مادر فدايات اي بكفك اي تشنى لب اي ست بارنت دارت بلب این زمزمه انصار العقيدة نحمي دين المصطفى احنا بركان المبادئ نور ابدا ما طفى قاتل الشاعر زكي النجفي احنا انصار العقيدة نحمي دين المصطفى احنا بركان المبادئ نور ابدا ما طفى احنا في مر العصور الكل جرح بينا شفا واحنا شعلة كربلاء واحنا قلب العاصفة اعصار اعصار صواعق قاسمة انصار انصار لبن الله من بيرس جوني وهيت نادى حبيبي بعصات لازمني ضحي بكربلة لجل الويلي كلنا نموت ونسوي ضجة بكربلة ونصنع جثثهم تابوت وفن الزيل يمتوصل إلى والنعم هاي الخيم ياهو يفوت وخيام الفواطم بحيون الصوارم أنصى آه يا هن يدنا ليها ويفسر حجيها آه وين الطبيب صاح المجيب وين الطبيب صاح المجيب سين أنصار أنصار طبعا بيس ويبعين جنون اهل الشعر حسين راضي العامري طبعا بيس ويبعين جنون والموت له وحب عيونه طبعا بيس ويبعين جنون والموت له وحب عيونه فنهم هالجي شي لعونه قبضت انصى ركعت جمره احنا انصارك